السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات، قبل ما نهضر لكم على الوصفة، بغيت نجاوب الأخوات اللي كيقولوا لي: سعيدة راكي كطولي علينا كتغبري. البنات، راني عندي مشكلة في الريزو. كتعرفوا راه كنسكن خارج على المدينة، وبعض المرات كيوقع لي هذا المشكل، ما عرفتش علاش. تصوروا دابا راني حطيت واحد الفيديو، حطيته قبل من ذكرى مولد النبوي، حطيتو اونيس وقلت لكم وريتكم فيه شي عبايات، وقلت لكم هانتوما ممكن بحال هذه زعما كاين يقدر تلبس كاينه جاي عندكم شي حد مثلا ذكرى مولد النبوي هو على الابواب. الفيديو تصورو حطيتو دابا 10 ايام باقي ما بغاش يتلونص عليا، يعني بحال دابا الانستغرام خدام ليا، اليوتيوب صعيب بالنسبه ليا. هنايا عندي غنشوف حتى عليا غادي ندير فيه بغوبتيك، لحقاش انا ما دايراش فيه بغوبتيك. كيعجبني هذا الويفي هذا، كتهزيه كتديه معاك فين ما مشيتي، فواقيلا ضروري غنضطر ندخل في بغوبتيك للدار باش ان شاء الله نكون اكتيف معكم في اليوتيوب. هذا هو المشكل اللي كيخليني كنغبر عليكم في اليوتيوب. ما تصديوهاش على هذا الشيء اللي كتشوفوا. انا حاطه واحد الروينه، باغا نقاد هاد البلاكارات هادو، شي ما عنشارياهم مده طويله هادي، وبقي الله اليوم اللي سخر الله غادي نقاد هاد الماريو. وبالنسبه للكاب كيك اللي غنشارك معكم، راني موجداه شحال هادي، ودابا بغيت ندير ليه المونتاج، وقلت ندير معكم هاد المقدمه هادي. واحد الكاب كيك البنات غزال، كيجي مفشفش، كيجي رائع. يعني الحويجات اللي متوفرين عندكم في الدار، ما مطلبش شي حاجه بزاف. ما كاينين شي وحدين اللي فيهم، كاين كاب كيك واحد فيه الميختي والفرامبواز، ماشي ضروريين، ممكن تعوضوهم بالكونفيتير. بعد خطرات ملي ما كيكونش عندي بحال هكا، كندير شويه ديال الكاب ديال الخليط، وكندير الوسط الكونفيتير، اي كونفيتير كيعجبكم اولا كيعجب وليداتكم، وكنعاود ندير الخليط باش كيجيني داك العمره، كتجي ديك الحشو كتجي غير الوسط، كتجي رائعه. واحد الكاب كيك مفشفش ما تشبعوش منه، الا درتوه لولادكم غيقولوا لكم عاودوه لينا. فما نطولش عليكم، نحضر معكم دابايا الكاب كيك. وكيف ما كتشوفوا البنات، هادو هما لي كاب كيك ديالي اللي جاو مفشفشين، جاو مهوين من الداخل، كيجيو غزالين غزالين غزالين. هادو ديال الشوكولا، وهاد النوعيه هادي اللي درتها بلا بيض، جاو معلكين من الداخل، جاو كيحمقوا، واحد التعليكه فيهم رائعه. دابا غنبدا معكم المقادير ديال هادو اللي بلا بيض. كيف ما كتشوفوا، خديت هنايا كاس لاروب عنبه ديال سكر سنيده، اللي ضفت ليه كاس لاروب عنبه ديال زيت نباتيه. غادي نضيف واحد شويه ديال الفاني، واحد المعلقه صغيره تقريبا، اولا ديروا سكر الفاني اللي متوفر عندكم. كنحرك مزيان غير بالطراب اليدوي حتى كدوب ليا ديك سنيده مع داك الزيت. غادي نضيف هنايا كاس ديال ياغورت طبيعي، انا كيعجبني دانون مسوس فليكاك، كيعطيه واحد التعليكه غزاله، احسن من دانون اللي بالنكهه. ضفت هنايا رشيشه ديال المليحه لتحسين الذوق، وضفت كاس ديال الحليب اللي كيكون على درجه حراره المطبخ، ما يكونش بارد ما يكونش سخون. عندي هنايا رابعه ديال الدقيق ديال الفورس، انايا كيكون عندي الفورس مغربل، وملي كنبغي نخدم به لكاك كنعاود نزيد نغربلو. ضروري هاد العمليه ديروها، ضروري تغربلو الدقيق البنات باش يصدق معكم الكيك زوين. درت نص الكميه، دابا غادي نكمل النصف الثاني ديال الرابعه، وغادي ندير جوج خمارات ديال الحلوه اللي كل وحده كتوزن 8 غرام، يعني 16 غرام ديال خميره الحلويات. غادي نحرك حتى كينسجموا لي العناصر مع بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا البنات، هذا الكيك ساهل ماهل، كيوجد في رمشه عين. وبالنسبه للكاب كيك البنات، راه كيكون ما كيكونش قاصح، ما كيكونش خفيف، يعني ما كيكونش قاصح بحال لي موفن، لا، الكاب كيك كيكون على هاد لا تيكستور هادي. صافي، كنكون موجده القوالب ديال لي كاب كيك، وكنكون مسخنه الفران على 180 درجه، وما غاديش نعمر هاد ليمول ديال لي كاب كيك، ما غاديش نعمرهم، غادي ندير غير النص ديال الكميه، وغادي نضيف الفرامبواز بهاد الطريقه. كيف ما كتشوفوا، ما كنعمرش باش ما يفيضوش لينا. والنص الاخر غادي نضيف ليه
الميختي او البروبري اللي موجود عندكم كضيفوه. يعني النوع الاول درتو بديك الطريقه وهذا النوع الثاني درت ليه بحال هكايا. يعني انا عطيتكم الاختيار، حتى الاول الا بغيتو ديروا ليه هذه الخدمه كديروها، ومن الاحسن ديروا بحال هكايا. هكايا كيجي حتى المنظر كيجي زويون ملي كنستفوا داك الفرامبواز من الفوق، كيعطي منظر غزال الصراحه. صافي كنديروه في الفران. دابا غنحضر معكم النوع الثاني اللي هو ديال الشوكولات اللي فيه البيض. درت جوج حبات ديال البيض، كاس ديال سكر سنيدة، واحد معلقه صغيره تقريبا ديال الفاني، اولا ديروا سكر فاني. كنحركو مزيان حتى كندوبو داك السكر مع داك البيض. كنضيف كاس لاروب الا ربع ديال الزيت، واحد الرشيشه ديال الملحه، وكنحركو باش ما حركنا مزيان كندوبو داك السكر سنيدة. ضفت هنايا كاس ديال الياغورت الطبيعي. يعني الفرق اللي بين هاد الكيك والاخرى، هذا فيه البيض والاخرى ما فيهاش البيض، هذا هو الفرق بيناتهم. ضفت كاس ديال الحليب. دابا غادي ندير الغربال اللي غادي باش نضيف الدقيق، حتى هذا راه هز ليا رابعه ديال الدقيق ديال الفورس. وبالنسبه للكاكاو هز ليا 40 غرام ديال الكاكاو. اللي ما عندهاش الميزان راه ممكن دير غير 3 المعالق 4 المعالق ديال الكاكاو، على حساب هي شنو بغات عينها ميزانها. ضفت جوج خميرات من وزن 8 غرام، يعني 16 غرام ديال خميرات الحلويات، وكنغربل مزيان. ضروري البنات تغربلوا الدقيق. انا اصلا كيكون عندي محطوط مغربل، وملي كنبغي نخدم به كنعاود نغربلو، حتى هذا راه كيساهم في نجاح ديال الكيك ديالنا. صافي غادي نضيف دابا من بعد ما حركتو غادي نضيف حبيبات الشوكولا. حبيبات الشوكولا ديروا القياس اللي بغيتو. كيف ما شفتوا انا نضفت غير هذه الكميه وصدقت كملتها، مازال جاني الشكلاط قليل، زدت شويه ديال الشكلاط، ومن بعد غادي نكون مستفه القويعطات اللي انا كندير هاد النوعيه هادي، وكناخذ لاطاي صغيره. هادو راه غير صغارين هاد الناس، وكنحاولوا حتى هما ما نعمروهمش، وغادي نعمرهم كاملين، وغادي ندير نزوقهم من الفوق بحبيبات الشوكولا. وكيف قلت لكم الفران راه كيكون سخون على 180 درجه، اللي عندها المروحه راه من الاحسن، واللي عندها فران بلا مروحه اولا غير فران الغاز راه تشعل ليهم غير لتحت. كياخذوا تقريبا الوقت كياخذوا واحد نص ساعه على حسب كل فران، كاين اللي غياخذ ليها نص ساعه، كاين اللي ممكن ياخذ ليها اكثر. صافي كيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجه ديال لي كاب كيك ديالي. ممكن تزينوهم من الفوق بسكر سنيده، بسكر كلاسي، اولا بالكاكاو، وممكن تخليهم هم مزينين راسهم براسهم. ما شاء الله كيف كتشوفوا كيجيو غزالين غزالين، وغادي يعجبوا الوليدات بزاف وانا متاكده. غير جربوهم وراه ناجحين. كنقدموهم لوليداتنا. انا راه حطيت معاهم ديك البريريد ديال العشوب هذوك لي تيزان ديال الاعشاب رائعين. الا بغيتو نشاركو معكم شي نهار نشاركوهم معكم، كندير فيهم بزاف ديال الاعشاب مزيانين بحال هكا اللي كيضرينو مصيرناتو، اولا اللي عنده صعوبه في النوم بالليل بحال هكايا كنشربوهم في العشيه، وبالاخص الا درنا شي غوتي بحال كيف عوض نحطو اتاي ولا قهوه. بالنسبه للعشيه كنحطو هاد لي تيزان هادو. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.